من جانبه طلب عضو مجلس محافظة كركوك برهان العاصي طلب المنظمات الدولية بإعادة النظر بالعائلات النازحة الموجودة في المحافظة وتسليمهم مبالغ مالية على الأقل تمكنهم من العودة إلى منازلهم. حقيقة أعداد كبيرة موجود من أغلب المحافظات العراقية اللي تعرضت إلى سيطرة داعش، ولكن الرمادي ما موجود كالأنبار بيجمعها بحدود ال 11,000 عائلة نازح. نطالب احنا المنظمات الدولية والحكومة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين على إعادة النظر في الموجودين الآن في كركوك وإعطائهم جزء من المبالغ لإعادتهم وإعمار منازلهم، لأن سبب عدم رجوعهم هو المناطق اللي مدمرة ومنازلهم مدمرة، فمن يرجع النازح لازم يرجع إلى مأواه وأن يكون هناك خدمة في المحافظة أو في الوحدة الإدارية.